معايا هنا لتر من الحليب، يفضل يكون كامل الدسم، كوبايه الا ربع من السكر، والسكر طبعا حسب الرغبه، اختياري معلقه كبيره من الحليب البودر، معايا هنا كوبايه من الدقيق، هقلب كل المكونات دي على البارد الاول وبعد كده هرفعهم على النار. دلوقتي رفعت الحله بتاعتي على النار، هفضل اقلب فيها تقليب مستمر علشان ما تلزقش معايا، واول ما تبتدي تبقبق بالشكل ده كده هحط معلقتين كبار من الزبده، هتسيح طبعا بدرجه الحراره، رشه صغيره من الفانيليا، وكده خلاص هطفي عليها النار وادوب الزبده اللي معايا. الكريمه بتاعتنا بعد ما شلناها من على النار، انا بس ضفت لها كوبايه من جوز الهند، بس للاسف اللقطه دي ما اتصورتش، وطبعا دي اضافيه، لو حابين تضيفوها ضيفوها، بس هي بتدي طعم حلو قوي، لو مش حابين مفيش اي مشكله خالص. دلوقتي بقى هنا في صينيه او في بايركس او في اي حاجه احنا حابينها المتوفر عندنا، رصيت طبقه من البسكوت، وطبعا البسكوت اللي احنا بنحبه، هحط عليها بقى شويه كده من الكريمه بتاعتنا دي وافردها بالراحه جدا، واحطها وهي سخنه عشان البسكوت بتاعنا يبقى طري. باي بقى معلقه او سباتولا او اي حاجه هفرد على البسكوت والخليط بتاعي سخن. دلوقتي بعد ما فردت طبقه الكريمه بتاعتي، هفرد طبقه تانية من البسكوت بالشكل ده كده، هحاول بس اغطي كل المسافات عندي، والاماكن الفاضيه هحاول اكسر فيها حتت صغيره بالشكل ده كده. طبعا هتتكسر دي مفيش اي مشكله خالص، هنحطها في النص، يا اما هنكمل بيها الفراغات اللي هي زي دي كده. دلوقتي بعد ما رصينا طبقه البسكوت الثانيه، هرجع مره ثانيه احط الكريمه بتاعتي بالشكل ده كده، احط بس كميه كافيه، وهرجع بنفس الطريقة افردها على كل البسكوت بتاعي، وهعمل كده الطبقات فوق بعضها، طبقة من البسكوت وبعدها طبقة من الكريمة، وكده اخر طبقة معانا، والمقدار بتاعنا مظبوط جدا جدا. التزموا بس بالمقادير، بجد هتطلع وصفة اقتصادية وطعمها حلو جدا جدا جدا، بجد لازم تجربوها. واللي حابب بيزود على الكريمة اللي احنا عملناها في الاول كيس من الكريم شانتي، دي حرية شخصية زي ما انتوا حابين. هنساوي بقى الكريمة كويس جدا على السطح، ونسيبها تبرد كويس جدا بره التلاجة، وبعد ما تبرد تماما هنغطي السطح، او ممكن نغطيها من دلوقتي ونسيبها تبرد، وبعد ما تبرد هنحطها في التلاجة مش اقل من 4 ساعات. معايا نص كوباية من الحليب السائع المتلج، ممكن طبعا يكون مية، معايا باكت كريم شانتي، معلقة كبيرة مليانة من الحليب البودر، بتدي طعم حلو قوي الكريم شانتي، ولو مش موجودة مفيش اي مشكلة خالص، هنخفقهم بقى كويس جدا. وكده الكريمة بتاعتنا بقت جاهزة معانا. دلوقتي بقى بعد البسكوت والكريمة بتاعتي ما بردوا كويس جدا في التلاجة، هفك الاطار بتاع الصينية بتاعتي بالشكل ده كده. بعد بقى ما شلت الاطار هحاول اجلسها بالكريمة اللي انا عملتها، شايفين بقى شكلها قد ايه حلوة، تورتاية سهلة جدا وبسيطة جدا من غير اي تكلفة وبكل سهولة. بالكريمة بقى هحاول اغطي السطح والجناب. بعد ما خلصت السطح بكده بالسباتيولا من غير اي ادوات بكل سهولة، اهو هعمل الجناب بتاعتها بالشكل ده كده. انا مش عايزة طبقة تقيلة، انا عايزة بس يدوب اغطي الشكل بتاع البسكوت اللي معايا. ودلوقتي هرجعها للتلاجة نص ساعة كمان بس الكريمة تتماسك كويس. بعد الكريمة ما سقعت معايا، معايا هنا جوز هند مبشور ناعم، هرش بقى عليهم رشة بسيطة كده،
انا يعني عايزه اقول لكم ان دي ابسط كيك ممكن تعملوها في الحياه. لو جالكم ضيوف مستعجلين ممكن كمان نتقل الكريمه شويه، فهتبقى متماسكه معانا بوقت اقل. دلوقتي بقى هاخد شويه كده على ايدي ومن الجناب، هحاول امشي بالشكل ده كده، وعادي جدا كل اللي بيقع ده انا بلمه تاني واحاول اطلع بالشكل ده، والف الكيك بتاعتي لحد ما اخلص كل الكميه اللي معايا. انا كده جبت الاسباتيولا برفع من الجناب كده علشان اغطي كل الكريمه اللي معايا اللي ما اتغطتش. هعمل كده على كل التورتايه بتاعتي، وبكده الكيك انا بس يدوب حطيت لها شويه من الكرز تكسر بس اللون الابيض. نفتحها بقى مع بعض ونشوفها من جوه هي قد ايه جميله، من غير بقى سبونج ولا وجع قلب ولا اعجن والكيكه تبوظ ولا كل الكلام ده. كيكه سهله جدا وطعمها تحفه، طعم البسكوت طبعا لكل الناس اللي بتحب البسكوت. وبكده الكيك بقت جاهزه معانا. عايزه اقول لكم الطبقات والطعم والشكل كل حاجه تحفه جدا. شايفين بقى بجد حلوة قوي 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 قوي، طعمها حلو بجد، لازم تجربوها. وبكده اسهل تورتايه بقت موجودة معانا بالقوام الحلو اللي انتوا شايفينه ده، بجد حلوة جدا، تستاهل بجد ان انتوا تجربوها. طعم البسكوت يجنن فيها، وصفة سهلة وبسيطة من غير اي تعب. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي يعجبه الفيديو يقول لي رأيه في كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله.